gracias. ازاي؟ خلاص يا ابني. ازاي بنشخص حالة؟ كيف؟ اتحشم يا ابني، ما يصحش كده، ما يصحش كده، ينفع كده؟ شغل الجبهات ده. يلا يا ابني، ازاي نشخص حالة؟ خلاص خلاص، ازاي نشخص حالة؟ حالة شيست، وازاي نشخص حالة هارت؟ اسمعوا يا ولاد، بص يا سيدي، نضرب مثل، نضرب مثل. حضرتك بتروح مستشفى الحسين او مستشفى الزهراء الجامعي، وتقول انا عايز اشوف حالات، تقول للميس الممرضة، يا ميس انا عايز فايلات العيانين. ففتحت فايل، لقيت مكتوب اسم الراجل، سكنه، سنه، بعدين ايه مكتوب التشخيص. بتقرا التشخيص لقيت مكتوب كده ار اتش دي كوما ام في دي اكبر من ام ار كوما تي ار كوما اي في ار كوما سي اتش اف ان واي اتش اي اف سي 3 كوما بي اتش اي اف اكس واي زد. قمت نادي النايب او النايبه، غيرته عليكم انتوش كده. فجالك النايب، قلت له لو سمحت ايه ده؟ قال لي الدايجنوز. قلت له ايوه، يعني بأني لغه؟ قال لي انجليزي. يب، قلت له انجليزي ازاي؟ ده الدايجنوز ما خدناهاش. قال لك لا، بص ايه، روماتيك هارت ديزيز ميترال فالف ديزيز بريدومينتلي ميترال ريجيرش تريكاسبيد ريجيرش اورتيك فالف ريبليسمنت كونجستيف هارت فيلير نيويورك هارت اسوشيشن فانكشن كلاس 3 بالمونري هايبرتنشن اترال فايبرليشن. فانت عشان نبيه وذكي قمت ردد عليه وقلت له ايه؟ ياه، كل ده ولسه عايش؟ ما انت عبيط مش عارف حاجه مسكين. قال لك يلا، العيان ما عندوش غير ميترال فالف ديزيز، ميترال فالف ديزيز اللي هي الدبل ميتر. بس كلمه دبل ميتر مش كلمه علميه، الكلمه العلميه ميكسد ميتر سلوس اند ريجيشن. فبتقول بقى كده ميترال فالف ديزيز بريدومينت لميترال ريجيشن. قال لك هو ده التشخيص. قلت له ايه؟ امال روماتيك هارت ديزيز ده ايه؟ قال لك ده الايتيولوجي بتاع الميترال فالف ديزيز. قلت له امال جست هارت فيلير ده ايه؟ قال لك ده تاثير الميترال فالف ديزيز على الفانكشن بتاع الهارت، عامل هارت فيلير. قلت له امال بالمونري هايبرتنشن واترال فايبريشن ده ايه؟ قال لك ده الكومبليكيشن بتاع الميترال فالف ديزيز. قلت له امال التريكاسبيد ريجيرج دي ايه؟ قال لك ما هي دي ناتجه عن الكونجستيف هارت فيلير دايلاتيشن للرينج. قلت له امال الاورتيك فالف ريبليسمنت ده ايه؟ قال لك ده اسوشيشن للميترال فالف ديزيز، اللي بيعمل ده بيعمل ده. يعني هو تشخيص واحد بس له اسباب، له تاثير على الفانكشن بتاع الهارت،
لو كومبليكيشن. فالميترال فالف ديزيز والتريكاسبيد ريجيرج والاورتيك فالف ديزيز يسموا ده ستراكشرال دايجنوزس. ستراكشرال ايه؟ ستراكشرال دايجنوزس. لو ايتيولوجي اللي هو روماتيك هارت ديزيز ده يسموه ايتيولوجيكال دايجنوزس. لو تاثير على الفانكشن بتاع الهارت اللي هو الهارت فيلير ده اسمه فانكشنال دايجنوز. على حسب الديجري اوف ديسني اند فاتيج تقدر تحدد الفانكشن كلاس. الفانكشن دايجنوز يبقى له فانكشنال كلاس. فطالع فانكشن كلاس 3 يعني ديسني اند فاتيج ويز ليس ذان اور ذان ديف. البالمونري هايبرتنشن والايترال فايبريليشن دول الكومبليكيشنز. دول الكومبليكيشنز دايجنوز اوف كومبليكيشن. يبقى مفيش حاجه اسمها تشخيصك ايه يا ابني تشخيص الدبل مايت. لا الايتيولوجي بتاعه ايه؟ عامل هارت فيلير ولا لا؟ عامل كومبليكيشنز ولا لا؟ فلازم التشخيص يبقى ايتيولوجي ستراكشر فانكشنال كومبليكيشن. واللي عظيم ليه؟ لان في ايتيولوجيكال تريتمنت تدي كومبلكسز من الريكرنس بتاع الروماتيك فيفر عشان ما يجيلوش تاني. في فانكشنال تريتمنت اللي هو الانتي فيلير ميجر علاج الهارت فيلير. في تريتمنت اوف كومبليكيشنز تدي حاجه للاي اف والفارين ديجوكسين. في ستراكشرال تريتمنت اللي هو بيبقى غالبا جراحه انترفينشن او استر. فطالما ان انت وانت بتعالج هتعالج ايتيولوجي وستراكشر وفانكشن كومبليكيشن يبقى لازم تعرض عليا الدايجنوزس بهذه الطريقه ان انا هوجه علاجي على هذا. مفيش حاجه اسمها حدك ايه دبل مايتر حدك ايه هارت فيلير هارت فيلير سببه ايه يعني حدك ايه اف ايه يعني اللي عامله حدك ايه روماتيك هارت ايه يعني. فلازم الحياه تتقسم ايتيولوجيكال دايجنوزس ستراكشرال دايجنوزس فانكشنال دايجنوزس اند دايجنوزس اوف ايه اوف كومبليكيشن. تذكر منها في الحس خلاص. بس لما تيجي تعرض الاجابه ما تقولش ايتيولوجيكال كذا ستراكشرال كذا فانكشنال كذا كومبليكيشنز كذا. لا تقوله في جمله واحده ورا بعض. فنايب واقف او المدرس واقف بيقول لك هذا الكلام فهمك ليه التشخيص مكتوب بهذا الشكل. فانت برضو عشان نبيه لم يساورك اي شكك ان انت من المستحيل انك تبقى من الناس اللي ممكن يشخصوا تشخيص زي ده استحاله. ليه؟ لانك مسكين. بص يا ابني هيا نتفق على عده اشياء. نمره واحد لو انت عندك 500 كاردياك ديزيز مثلا اللي يمكن تشخيصهم بالكلينيكال بس مثلا ما يزيدوش على 10 امراض. الباقي الكلينيكال بيكتشر بتاعتهم تتشابه فلازم انفستيجيشنز. اذا انك تتخض انت مش هتعرف تشخص بالكلينيكال بغلطان. لان انت المطلوب منك انك تشخصه اصلا بالكلينيكال فقط بالكلينيكال دون انفستيجيشنز. مش كتير ولا حاجه. ده في كل البرانشات على فكره. طيب من الحاجات اللي ممكن نشخصها كلينيكال ايه اللي عليا في الاندر جراديويت؟ حاجه واحده اللي هي الروماتيك هارت ديزيز المايترال فالف ديزيز اورتيك فالف ديزيز بالايه بالكومبليكيشنز بتاعتهم بالهارت فيلير بتاعهم. يبقى انا في النهايه اختياراتي اللي هشخصها محدوده. ده حتى الكونجينيتال بيخلوه في الاطفال ما بيخلوش قوي في الـ في الـ في البطنه كونجينيتال اطفال. يبقى انت مخضوض من ايه؟ انت اساسا ومش عيب ولا عار بالنسبه لك انك ما تشخصش كل الامراض بالكلينيكال لان هي ما بتتشخصش غير بالانفستيجيشن او كلينيكال اند انفستيجيشن. انما تشخص كلينيكال بس هي امراض محدده واللي منها عليكم حاجات محدده. ممكن هو يزود حاجات فوق اللي عليك شويه هنجيب سيرتهم برضه
بس الاول نتمرن على الكلاسيك، على اللي هو مؤكد هيجي. اذا الخطه في ايه؟ انت البدائل اللي قدامك عشان تشخص منها مش كتيره للدرجه دي، وكمان ده اللي عليك رسمي. يعني لو حتى في حاجه تنفع تتشخص بالكلينيكال وانت ما شخصتهاش لانها مش عليك، ده مش عار ولا حاجه. فاذا اول حاجه نفهم النقطه دي، ان انا مش مطلوب مني اشخص اي حاجه، حاجات محدده. طيب يعني يا دكتور مش لازم اروح اذاكر كتاب الكارديولوجي كله؟ لا. طب اشخص ازاي بقى بعد ما عرفنا هذه الحقيقه؟ شوف يا سيدي، هتاخد الهيستوري بالتكنيك اللي انا علمته لك، وبالسكيما اللي انت حافظها، وبالسكيما اللي انت حافظها، من في ضوء السيمتوماتولوجي اللي احنا ذاكرناه. وانت بتسال العيان او انت بتاخد الهيستوري، بتسال دون اهداف مسبقه ودون ترجمه فوريه. يعني ايه؟ مش انت متخيل، انت متخيل كده انك طيب ان العيان يديك معلومه، فتاخد المعلومه تقوم نازل ديفرنشال دايجنوزس، بعدين تقوم سال سؤال مبني على المعلومه اللي هو قالها عشان تقلل الديفرنشال دايجنوزس، فيقوم قايل لك اجابه، فالديفرنشال دايجنوزس يقل، فتاخد منه وتسال سؤال تبني على كلامه. مستحيل يا ابني. اللي يقدر يعمل كده واحد يكون رئيس قسم البطنه في جامعه جامده، ومش كل رئيس قسم كمان يعرف يعمل كده. يعني دي حاجه محتاجه خبره طويله جدا عشان توصل لده. هقول لكم لا، بنسمع لما بقول كلام كريتيكال ومهم. امال انا بسال الاسئله ليه؟ بناء على ايه؟ بناء ان انا مكتوب في السكيما اللي انا مذاكرها. عندي سكيما اللي انا وريتها لكم. دي بتتسال كلها. انما لما تيجي تقول لي ده انا اصلي خطر على بالي تشخيص فبسال السؤال عشان اشوف التشخيص ده موجود ولا لا. طبعا لا. افرض ما خطرش على بالك، يبقى طار السؤال. يبقى انت كده بتقامر. انا بقى ونصيبي الوحي نزل عليا ان انا شكيت ان الراجل ده عنده اسكيميا، فاساله على الشيست بين. ما نزلش الوحي مش هساله على الشيست بين. يا سلام يا سلام. لا طبعا لا طبعا. انت بتسال كل الاسئله اللي في السكيما لانها في السكيما، واحتمال تعرف هدف السؤال بعد ما تساله مش قبل ما تساله، واحتمال تعرف هدف السؤال بعد الاجابه كمان. يعني ممكن. طيب افرض يا دكتور وانا بسال كده دون اهداف مسبقه عشان اغطي السكيما كلها، اصل لو استنيت الاهداف انت ما عندكش اهداف كده مش هتسال ولا سؤال، مش كده ولا لا؟ يعني انا بسال السؤال لهدف معين، مش هتسال ولا سؤال، لانها متروكه للايه؟ للصدفه. حاجه تخطر على بالي اسال عنها، حاجه ما تخطرش لا. احنا بنسال السكيما كلها علشان ما بقاش في مقامره ان لو الحاجه ما خطرتش على بالي ما اسالهاش، ولو خطرت اسال. لا، بسال السكيما وبعرف هدف السؤال بعد ما اساله، واحيانا بعد ما اسمع الاجابه كمان. طب افرض يا دكتور خطر على بالي هدف لسؤال، يبقى احلى. لكن ما الزمكش بيه. يبقى احلى لكن ما الزمكش بيه. خطر على بالك انك العيان عنده لو كارديك اوت بوت، فقلت طب تساله على الانجاين. لقيت العيان عنده بالبيتيشنز، فقلت له بتساله على الهيمبليجيا. قلت ده ايه اف. خطر على بالك، مفيش مانع، مفيش مانع ابدا من ده، بس ما الزمكش بيه. لان لو الزمتك بيه يبقى المساله متروكه للصدفه. انت حظك بقى جه على بالك الهيمبليجيا في البالبيتيشن ولا ما جاش على بالك؟ معقول الكلام ده؟ ولهذا طيب انا عايز يا دكتور ازود احتماليه ان يخطر على بالي حاجات تدعوني الاسئله، لان الاسئله دي هتبقى اقوى من الاسئله اللي بتتسال روتين اكيد. اعمل ايه؟ تحضر. انا لما بحضر انا بقول لك الاسئله باهدافها، بقول لك الاسئله باهدافها للماكسيمم. لقط مني كله، لقط مني 20%، لقط انت زي ما لقطتش خالص يبقى برضه هتسال الاسئله كلها. يبقى انا بحاول اعلي مستواك، لكن حتى لو ما عليش مستواك تقدر تسال كل الاسئله، ما تبقاش عرضه لصدفه ان الفكره تخطر على بالك او ما تخطرش. اذا انت هتسال كل الاسئله لانها مكتوبه في السكيما، مش لان انت عندك هدف من الاسئله. عندك هدف يكون احلى، لكن مع وكل ما كان عندك اهداف اكتر كل ما كان احلى واحلى، لكن ما عندكش برضه تسال كل. فانا لازم اضمن لك حد ادنى يخليك تسال كل شيء.
وهم بقى علشان يعلموكوا الحكايه دي ويطمنوا ان انتوا عملتوا كده بيقول لك تقول الاجابات بالبوزيتيف والنيجاتيف. تقول له نو كف يبقى هو كده ضمن انك سالت على الكف حتى لو ملوش لازمه. نو هيموبس عشان كده ضمن انك سالت على الهيموبس حتى لو ملوش لازمه وعايز يطمن. تقول لي بس في العيادات يا دكتور ما بيعملوش كده. العياده يا ابني عنده خبره فيقدر من اول سؤالين يعرف ايه اللي هو محتاج يساله وايه اللي محتاج يهمله. ودي حاجه لا تعلم، دي حاجه بتكتسب مع السنين. وعدد السنين بيختلف من واحد لواحد على حسب الانترست بتاعه، على حسب ذكائه، على حسب اهتمامه، على حسب قدرته على التعلم. فما اقدرش اجي على واحد اندر جراديوت اقول له خليك زي رئيس قسم البطنه. انا بعلمك وهتمتحن بناء على انك طالب في البدايه وتكبر بشكل متدرج. ده الطبيعي. يعني ده العادي، مش ده الغلط ولا ده تحايل ولا اي حاجه، في العالم كله دي طريقه التعليم. طيب. العين جاوب اجابه. ما تترجمش اجابه العيان ترجمه فوريه. انتظر يا اخي لما البازل يكتمل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سعادتك بتلعب بازل. قطعه بازل لقيت فيها المنظر ده. ايه الكوزز بتاعت يعني المنظر ده احتمال يطلع ايه؟ 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 كل واحد يخطر على باله، ده ممكن يطلع ايه؟ يمين؟ دي ايه؟ دي قطعة بازل اللي جوه ده اللي انا رسمه ده ايه؟ ارفع ايدك كده اقول ها؟ ده ايه؟ ده انت شايفاه ايه؟ دي قطعة بازل اهي، انا عندي قطعة بازل محطوطة. دي قطعة بازل مرسوم جواها المنظر ده. المنظر ده ينفع يبقى ايه؟ مازورة. كويس، أول احتمال مازورة. متر غيره ماسورة. ها؟ ماسورة. ينفع ايه؟ ها؟ نبات. جزع. جزع شجرة. ينفع يبقى ايه؟ مشط. ينفع يبقى ايه؟ سلم. ينفع يبقى ايه؟ ديل. ينفع يبقى ايه؟ زلومة. ينفع يبقى ايه؟ إذا أنت عندك معلومة ليها مليون سبب عايز تعرفه من قطعة واحدة ولا تستنى لما البازل يكتمل؟ تعال بقى نشوف لما البازل يكتمل هيطلع إيه بقى المنظر ده؟ ما شاء الله عليك. طلعت زلومة. يبقى إذا أنا مستعجل ليه في تفسيرها؟ احوس نفسي بكل الاسباب دي ليه؟ واحد بيقول لك عندي ديسني، ليه مليون سبب. يا ترى الديسنيا سببها ايه؟ اصل الدكتور قال لنا اول ما تيجي الديسنيا في اسباب للديسنيا، انت حافظينها، انا عارف انك حافظينها، علشان ما تدورش براها. مش عشان ما كل ملعاني يقول لك كلمه تقعد تسمع الاسباب تقعد نسيت سبب منهم. ويطلع هو ده التشخيص، يبقى ضعت. افرض نسيت تقول ان احد الاسباب زلومه الفيل. يبقى ضعت كده خلاص؟ ولا تستنى لما البازل يكتمل وانت تعرف انها زلومه؟ هي نفس القصة. وعلى فكرة المثال اللي بعمله ده مكتوب في المراجع بتاع الفيل ده. اللي عايز اقوله لك جاي بيقول لك هيموبتس. ده تي بي؟ لا. طب ليه ما يكونش مايتر ستينوز؟ لا. طب ليه ما يكونش كارسينوما اوف ذا؟ لا. طب ايه ده؟ وبعدين يجي على السبب اللي عنده بجد تكون نسيته. ايه اللي يفكرك بيه بقى؟ بقيت الصورة. كلام واضح جدا. يا لهوي ده اتارينا كنا بنعك. طبعا. وتقول لي وانا هذاكر ده كله واشخص بيه؟ لا طبعا. يعني كل ما يجي لي سمت واسمع اسبابه؟ لا طبعا. ده انت لو حافظ الاسباب صم وده غير ادمي انك تحفظ ده كله صم من غير ولا غلطه بحيث لو نسيت واحده يبقى انت كده ضيعت. لا. فلما العام بيقول لك معلومه اسمعني ما تترجمهاش ترجمه فوريه. انتظر الى اكتمال البازل، واكتمال البازل اللي هو السيمتومز والسايت. مش الهيستوري بس. ده الهيستوري والاكزامينيشن كمان. لدرجه انت بعد ما تخلص اكزامينيشن مسموح لك ترجع تسال تاني في ضوء اللي انت لقيته. في ضوء اللي انت لقيته. هو الهدف التشخيص مش الهدف المنظره. طيب. طلع اكمل الجمله دون ترجمه فوريه ما لم تكن بترجمه نفسها. بترجمه نفسها يعني ايه؟ كل يوم يا دكتور بصحى بالليل بعد ساعة من النوم
على كرشة نفس شديدة معاها بلغم أبيض مرغي ومعاه دم. أول ما عضو دلد الرجلية وقف في الشباك خلال 10 دقايق كرشة النفس تروح وبنام على مخدات عالية، وإلا لو نمت على ظهري أتخيني خلاص دي باروكسيزم النوكتورنال ديست، وبعدها أروح المستشفى ادوني لازكس بقيت حل، أي حاجة غير اللازكس ما بقاش حل، دي باروكسيزم النوكتورنال ديست يعني هارت فيل مترجمة نفسها. لكن افرض ما ترجمتش نفسها، استنى لما البازل يكتمل، لو ترجمت نفسها يبقى أحلى. وعشان كده انا بقعد بترجم لكم كلام العيان هنا في الدرس ليه؟ عشان ازود البوسيبيليتيز ان هي المعلومات تترجم نفسها. لكن على الرغم من هذا بقول لك الماكسيمم، انت لقطت مني 100 50 90، ما لقطتش يبقى ضمنت ان انت تشخص برضه حتى لو ما لقطتش. انا بساعدك ان انا احط لك اهداف مسبقه لاسئلتك من خلال الشرح، ان انت تترجم ترجمه فوريه من خلال الشرح عشان ادربك بالانبوتس الكتيره، لكن ما الزمكش بيها عشان ما تبقاش عرضه لان انت لقطت مني 100 ولا 70 ولا 30 ولا 20 ولا ما لقطتش، ما بلزمكش. هنبني التشخيص بناء على ان انت تسال بدون اهداف مسبقه وبدون ترجمه فوريه نهائي، لكن لو عندك اهداف مسبقه او في ترجمه فوريه ده تساعدك تبقى احلى. مش موجوده نشخص برضه، خلي بالك. نفس الكلام بالنسبه للاكزامينيشن. هل انت في اللوكال اكزامينيشن بتاع الهارت اول حاجه بتبص عليها مش دايليتد فين؟ طب الدايليتد فين ده مش بتاع سوبيرو فينيكيفال اوبستراكشن؟ طب ايه اللي خلى يخطر على بالك ان في سوبيرو فينيكيفال اوبستراكشن اصلا عشان تدور على دايليتد فين؟ ولا حاجه، ده انت ماشي عشان انت ماشي على السكيما، لانها اول نقطه في السكيما. نفس الكلام في الهيستوري الجنرال اوفر فيو فايتال ساينز ريجنال اكزامينيشن اللوكال انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن، تعمل الخطوات ماشيا على السكيما دون اهداف مسبقه ودون ترجمة فورية. طب افرض حاجة مترجمة نفسها يبقى احلى واحلى، سبحان الله. سمعت على الايبكس كده دكتور قال استنى اما البازل يكتمل، يا ابني ما بين مايتر سينوس يخرب بيته، حتى تسمع هنا بس برضو رغم ان انت تترجم ترجمة فورية انما تنتظر البازل لما يكتمل. يعني انا كان في حالة تيجي ايه، احنا مش عارفين انها تيجي ايه، حطيت السماعة هنا سمعت كده فقلنا دبل اورتك، لما عرفنا انها تي جي ايه طلع دبل بالمونري، لما كملنا السياق بقى طلع عنده ريفرس ديفرنشال ساينوزس، حاجه اسمها ريفرس ديفرنشال ساينوزس، فقلنا لا دي تي جي ايه، يبقى اللي احنا سامعينه ده دبل بالمونري مش دبل اورت. ها يبقى مترجمه نفسها صحيح، لكن الاقوى لما حطيناها في السياق، التشخيص الادق لما حطيناها في السياق بتاعها اللي هي اكتمال البازل. السياق تعال بصوا تعلموا مني هذا الكلام، الكلام ده في الطب وفي الحياه، السياق من الاشياء الهامه جدا لتفسير الامور. ويل للمصلين من غير سياق ملاش معنى او معناها غلط، صح؟ ويدخل في هذا حتى في الحياه العاديه، واحد قال لك كلمه ينفع تبقى مدح وينفع تبقى ذم، تاريخه معاك بيقول ايه؟ بيقول انه دايما بيشتمك يبقى ذم، دايما طيب معاك وكويس معاك وبيراعي شعورك يبقى مدح. نفس الكلمه هي يبقى السياق خير مفسر للكلام سياق الكلام. الكلام ده ينطبق على الطب كمان، الكلام ده ينطبق على الطب كمان. المهم خدت الداتا بتاعت الهيستوري ما ترجمتهاش، خدت الجنرال كامل لانك ماشي على سكيما ما ترجمتوش، خدت اللوكال كامل ما ترجمتوش او ترجمته بارشلي او ترجمته كويس جدا ما يهمنيش، بس انا بفترض الاسوأ انك ما ترجمتوش. البازل كتاب، البازل اكتمل، مش البازل اكتمل المفروض تشخص بقى؟ مش عارف تشخص برضه. ليه؟ لأن يا جماعة لو البازل طلع لك حصان هتقول ده حصان، حمار هتقول ده حمار، فيل هتقول ده فيل، إنما لو طلع لك كائن عمرك ما شفته، كائن عايش في القطب الجنوبي وعمرك ما شفته في حياتك، مش هتعرف ده إيه؟ يبقى لازم كي مفتاح، حط لك الصورة ده آكل النمل، صورة ده آكل البقر، صورة ده آكل الحمير، صورة كده. وتشوف ده مين فيهم؟ مش لازم كي؟ اهو الكي ده بقى هو اللي انا بقول لك عليه صفحه 84. تستخدمه امتى؟ اسمعني. بعد ما تكون خدت هيستوري دون اهداف مسبقه دون ترجمه فوريه، وعملت جنرال لوكال اكزامينيشن دون اهداف مسبقه دون ترجمه فوريه، بعد ما تخلص ده كله هنبتدي بقى نبص على الكي.
شوف انا ما تكتبش ما تبصش في الكتاب دلوقتي، خليك معايا. انا بقول لك دلوقتي انت مطلوب منك ايتيولوجيكال دايجنوستس، ستراكشرال دايجنوستس، فانكشنال دايجنوستس، دايجنوز اوف كومبليكيشن، صح؟ طيب فبسال الايتيولوجيكال دايجنوستس اللي ينفع يتشخص بالكلينيكال ومنه اللي عليك تحديدا احتمالاته ايه؟ واحد اتنين، حكايه اللي عليك مش اللي عليك دي ممكن تتزود بعد كده لما مستواك يعني، لما تبقى ماجستير، لما تبقى دكتوراه، بس لازم تكون عارف الطريقه اصلا. حتى انت تحط كام تشخيص بقى عليا وتزودهم، اهم حاجه تبقى عارف الطريقه وزود براحتك، دي سهله. ايه الايتيولوجيكال دايجنوس اللي ينفع اشخصهم بالكلينيكال؟ خمسه عليا منهم ثلاثه، واحد اتنين ثلاثه. دي بعرفها بكذا ودي بعرفها بكذا ودي بعرفها بكذا. خلاص؟ الداتا اللي عندي اللي انا ما كنتش عارف افسرها ماشيه مع مين؟ مع دي، ادي الايتيولوجيكال دايجنوس. الاستراكشرال دايجنوس اللي عليا اللي ممكن يتشخص بالعمل اجمالا واللي عليا منه تحديدا ايه؟ يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا، ده اللي عليا. دي بعرفها بكذا ودي بعرفها بكذا ودي بعرفها بكذا. الداتا اللي عندي اللي ما كنتش عارف اترجمها بقى دلوقتي ماشيه مع مين؟ مع كذا. الفانكشنال دايجنوز يا كذا يا كذا يا كذا، دي بعرفها بكذا ودي بعرفها بكذا ودي بعرفها بكذا. الداتا اللي عندي اللي انا ما كنتش عارف اترجمها ماشيه مع مين؟ مع الكومبليكيشنز اللي عليا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا، دي بعرفها بكذا ودي بعرفها بكذا ودي بعرفها بكذا. الداتا اللي عندي ماشيه مع مين؟ ماشيه. يبقى طلعت ستراكشرال وانا مقتنع ومتاكد اني صح، فانكشنال ستراكشرال ايتيولوجيكال كومبليكيشنز وانا متاكد اني صح. فلما يجي الدكتور يقول لي تشخيصك ايه، اقوم قايله بالكامل نمره واحد. نمره اتنين لما يقول لي عرفت منين اقدر ادافع عن كلامي. مش عرفته منين؟ يقول لك العيان قاله لي، عيان قال لي التشخيص، لمسته ب 50 جنيه فاداني التشخيص 150 200. في النهايه الدكتور يسالك عرفت ازاي؟ تقول له ايه؟ يبقى لازم تكون عارف تشخصت ازاي. شخصت بجد، شخصت بجد مش بتحايل، تقدر تدافع عن وجهه نظرك. طيب لو الداتا بقى اللي انت مطلعها غلط اصلا، هل هتنفعك الورقه دي بحاجه؟ مش هتنفعك. عرفتوا ليه اهتمينا بالسكيلز على مدار السنه؟ عمال اهتم ان انا اشرح لك دي تطلعها ازاي ودي تطلعها ازاي ودي اسمعها ازاي ودي اسمعها. نقعد نتكلم في الكلام ده، هنقعد نتمرن عليها لحد اخر السنه. فكونك تطلع الفايندنج صح دي مساله مهمه جدا عشان اقدر ان انا استغلها في التشخيص. انما لو الداتا اللي انا مطلعها غلط، قال لي اورثوبني وهو ما عندوش، قال لي سامعه سيستوليك وهو دايستوليك، طب ما التشخيص هيطلع غلط. يبقى كونك تطلع السكيلز دي مرحله اولى ضروريه، او الفايندنج من السكيلز للسكيما عشان التكامل، المهارات التكنيك عشان تطلع النتائج صح، والريزلت لازم تطلع صح. وكل ده ولسه ما شخصتش، فلازم بقى استغل هذه الريزلتس احطها جنب بعض اطلع منها دايجنوز من الصفحه اللي انا قلت لكم عليها. طب مذاكر الصفحه مطلع الفايندنج غلط، هي يبقى هو الموضوع متكامل، اطلع داتا صح وترجمها صح. كويس. طيب بعد كده اقوم كاتب التشخيص. اول سؤال هيتسال لي تشخيصك ايه، تقوم قايله عرفت منين؟ تقول له عشان لقيت كذا في الهيستوري، لقيت كذا في الجنرال، لقيت كذا في اللوكال. يبقى ده الايتيولوجيكال سياسه. ستراكشرال لقيت كذا لقيت كذا لقيت كذا، فانكشنال لقيت كذا لقيت كذا لقيت كذا. يقول لك برافو اقرا لي يا ابني الشيء. خلاص كده اطمن انك شخصت، تقرا لي الشيء. يقعد يسال ما سالتش على دي ليه؟ طب سالت على دي ليه؟ طب انت قلت دي قبل دي، ده تستنتج منه ايه؟ طب انت قلت سينكوب، ايه اسباب السينكوب؟ طب انت قلت اكزيرشنال ديسني، ايه اسباب الاكزيرشنال ديسني؟ وبعدين انت بتتكلم هنا في البريزنت ليه؟ مش المفروض تتكلم في الباست؟ خلصت اعمل يا ابني جنرال، ليه تشوف البالس ازاي؟ وريني تشوف النيك فينز ازاي؟ وريني تشوف الايديما ازاي؟ طب قول لي اسباب البايلاترال ايديما، شوفك علقت على الايديما صح ولا غلط؟ علقت على البالس صح ولا غلط؟ اعمل يا ابني لوكال، وريني بتعمل بركشن، وريني بتعمل اوسكلتيشن ازاي؟ طب سمعت ايه؟ سمعني كده؟ طب قول لي ايه تاني يعمل كده؟ خلصت؟ ده في حاله اللونج. ايه الانفستيجيشن اللي تعملها له؟ ايه التريتمنت اللي تديه له؟ نظري. وتلاقيني في السين وجيم يعني برضو قايل شويه التريتمنت وانفستيجيشن للانقاذ، يعني لو انت مش مذاكر نظري خلاص يبقى السين وجيم غطيت لك حبه. يبقى معنى هذا الكلام الحوار بيمشي بهذه الطريقه، فلازم نعمله صح. فتعالوا اقول لكم ازاي بنوصل لتشخيص حاله كارديولوجي. هاتش بص كتاب الايتيولوجيكال دايجنوستس اللي علينا ثلاث احتمالات، يا روماتيك هارت ديزيز، يا كونجينيتال هارت ديزيز، يا بالهارت يا الكوربا المناخ.
خلي بالك روماتيك هارت ديزيز اعرفه ازاي؟ واحد past or present history of rheumatic fever recurrent tonsillitis joint swelling and redness and pain وبعدين دول الحقنه بتاعه الشهر اللونج اكتيف ميديسيلين احنا قلنا ده ممكن يتكتب في البريزنت او في الباست على حسب الديفينيشن يتحترم التشخيص يتحترم التعريف اتنين لو طلع مايترال ستينوز اذا ده روماتيك حتى لو في الهيستوري ما ادانيش هيستوري في روماتيك فيفر ايوه لان مفيش سبب تاني للمايتروسوس غير روماتيك 99.9 طب افبركها في الشيت لا نو هيستوري سجستيف فور روماتيك فيفر في التشخيص روماتيك هارت ديزيز فيقول لك يا ابني ازاي قلت روماتيك هارت ديزيز وانت قلت ان مفيش روماتيك فيفر يا دكتور انا ما قلتش ان مفيش روماتيك فيفر انا قلت نو هيستوري فور روماتيك فيفر هو ما قالش طب لما هو ما قالش ليه شخصت روماتيك هارت ديزيز لان الهيستوري في روماتيك فيفر يا دكتور مش المصدر الوحيد اللي بشخص من خلاله ان ده روماتيك في مصدر تاني الاستراكشر دياجنوست اللي عندي طالع مايترال ستينوز ده ما يجيش غير روماتيك مش تقول طالما شخصت روماتيك هارت ديزيز يبقى لازم افبرك انه قال لي فيه روماتيك فيفر لا افرض نسي هو ده مش وارد عند اي دكتور كبير او صغير بس انا عندي طريقه ثانيه غير الهيستوري في روماتيك فيفر اشخص بيها روماتيك هارت ديزيز وجود المايترال ستينوز اثنين مالتي فالفولر ديزيز دبل مايتر دبل اورتيك ترايكاس بتريجر ما يجيش غير روماتيك كونجنتال عمره ما يجي كده ابدا او دبل فالف ليجن دبل مايتر دبل اورتيك حاجات الدبل دي كلها تبقى روماتيك يبقى اذا ولما يسالك عرفت منين ان انت ده روماتيك هارت ديزيز قول له يا دكتور المايتر ديزيز ما يجيش غير كده المالتي فالفولر ما يجيش غير كده الدبل ليجن ما يجيش غير كده يبقى انا بكده عرفت جبت المعلومات دي منين؟ من الهيستوري من الاكزامينيشن. من الهيستوري من الاكزامينيشن. طيب. تاني حاجة الكونجنيتال هارت ديزيز. أول حاجة تلاقي طبعًا من ضمن الحاجات بتاعت الرومانيك فيفر إن الأنسب بيبقى في يونج إيج. العيان بيبقى في سن الأنسب بتاعه في يونج إيج. تاني حاجة الكونجنيتال هارت ديزيز. إيه اللي يخليني أرجح لما يكون البيشنت يونج إيج؟ بس مش ضروري. يمكن كبر وما جرالوش حاجة. يبقى واحد نكون يونج ايج نمرة اتنين ان لما يكون التشخيص ما ينفعش غير كونجينيتال زي بالمونري ستينوزس مثلا زي في اس دي مثلا زي فالوت مثلا طيب تلاتة ان يكون سيانوزد سينس يونج ايج ده يخليني ارجح ان ده ممكن يكون كونجينيتال سيانوتيك هارت ديزيز فالوت استرولوجي فالوت رايولوجي تي جي ايه الاسباب دي طيب جبت المعلومات دي منين؟ من الهيستوري من الاكزامينيشن تالت نقطة انه يطلع بالهارزيا الكور كور يعني هارت بالمونات دي بتتشخص ازاي بقى؟ انت بتبقى داخل عنها روماتيك نايم مدخلك عنها روماتيك تتفاجئ ان الحالة من اولها لاخرها رايت سايد مفيش مايترال فالف ديزيز في ترايكاسبت فالف ديزيز ترايكاسبت ريجيرش ومستحيل الروماتيك فيفر تعمل ترايكاسبت من غير ما تكون جايبه المايترال الاول مستحيل نوت ريبورتد ولا كيس ساينز كلها بتاعت رايت فينتريكولر انلارجمنت مفيش ليفت السيمتومز كلها بتاعت رايت سايدد فيلير مفيش ليفت اسالوا كده على هيستوري بالهارزيزس هيطلع بوزيتيف شوف كده ليفر وسبلين هيطلع بوزيتيف خد كده شيت ابدومن هيطلع بوزيتيف ده بالهارز بالهارزيزس بالهارزيزس ومعها رايت سايدد انلارجمنت اند فيلير اذا ده بالهارز الكور بالمونات طب ليه يا دكتور ما يكونش هايبوكسيك كوربرنا الهايبوكسيك كوربرنا اللي هو السي او بي دي ده ما بيلخبطش من حالات الروماتيك يبقى راجل كبير في السن وعنده انفيزيما وعنده حاجه تبقى باينه الحاله انما بقول لك انت بسهلها لك يعني ازاي تسسبكت ان الحاله دي حاله ايه اكتر حاجه بتنزل فيهم الروماتيك ما هو ده برضه يسهل لك الدنيا اكتر هاجي على الاستراكشرال دايجنوز ايه الاحتمالات مايترال ستينوزس مايتر ريجيرج اورتيك ستينوزس اورتيك ريجيرج ترايكاسبيد ريجيرج فالف ريبليسمنت دول اسمهم اندوكارديال ديزيز في مايوكارديال ديزيز زي كارديوميوباثي ومايوكاردايتس في بيريكارديال ديزيز زي كونستريكتيف بيريكارديتس وبيريكارديتس وبيريكارديال افيوجن مين اللي عليا اندر جراديوت الفالف اللي هو الاندوكارديال ديزيز ده اللي عليا ما فكرش غير فيه المايترال ستينوزس اعرفه ازاي يا دكتور هتلاقي واحد عنده لو كاردياك اوتبوت سيمبتوم اثنين هتلاقي عنده بالمونري كونجستيف سيمبتومز اللي اهمهم الهيموفتس
وجود دم ما بيجيش مع حاجه تانية في الروماتيك غير المايتروسوس تقريبا. ثلاثة انك تسمع الميرمر بتاع المايتروسينوس. خلاص المايتر جيش تعرفوا ازاي؟ symptoms of pulmonary congestive symptoms dyspnea paroxysmal nocturnal dyspnea orthopnea cough blood كده. اثنين rapid regular palpitations لسه قايلنا الصبح بتاعت الايه الفوليوم اوفر لود بيخلي الفورس قوي، فعند ريت اقل من التاكيكارديا تحس بالبالبيتيشن زي الساينس تاكيكارديا بالظبط، وبالسماعه تسمع الميرور بتاع المايتر جيت. كل ده بقى انت تبقى مطلعه فعلا، انت بس بتشوف اللي انت طلعته ماشي مع مين. والدبل المايترال طبعا مين ده على ده؟ عارفين بيتسمع ازاي؟ اورتيك ستينوز يشتكي من ايه؟ اكزيرشنال سينكو اكزيرشنال انجينا في سياق اللو كارديك اوتبوت سيمبتوم. اتنين تسمع الميرمر بتاع الاورتيك ستينوز. اورتيك ريجيرش تعرفوا ازاي؟ اهم حاجه بالبيتيشنز رابيد ريجولار بالبيتيشنز عشان ده فوليوم اوفرلود، تيجي بالتدريج مع المجهود تروح بالتدريج مع الراحه. لسه شارحين الكلام الصبح. اتنين ممكن تلاقي بالمونري كونجستيف سيمبتومز، انما اهم حاجه البالبيتيشن. اتنين بريفرال ساينز كوريجان ساين ووتر هامر بيستول شوت. انت لما فحصت طلعتهم وقلت لك دول ترجمه فوريه، انت بتبقى اوريدي مترجمهم ترجمه فوريه على فكره، بس حتى لو ترجمتهمش واستنيت لحد ما الورقه دي المانع هتشخص بقى. والميرمر ايرلي دايستول الترايكاس بدريجيرش هتلاقي عنده سيستوليك اكسبانشن اوف زانيك فينز، هتلاقي عنده سيستوليك هيباتيك بلسيشن، هتلاقي عنده اسايتس. خلي بالكم ممكن مش لازم يعني، بس ممكن تلاقي عنده اسايتس وتسمع الميرمر بتاع الترايكاس بدريجيرش اللي بيزيد مع النفس. فالف ريبليسمنت هتسمع الكليك مع الطلعه ولا مع النازله. اذا انت عارف كل حاجه فيهم بتعمل ايه في الهيستوري، بتعمل ايه في الجنرال، بتعمل ايه في اللوكال، بتعمل ايه في الهيستوري، بتعمل ايه في الجنرال، بتعمل ايه في اللوكال. عظيم. الداتا اللي انا طلعتها ماشيه مع مين؟ اديك شخصت الاستراكشر ازاي. لما تتمكن منه نزود لك بقى كونستريكتيف بيريكارديتس والبيريكارديال افيوجن والبيريكارديتس والمايوكارديتس، ده ليفل اعلى شويه، بس لازم تجرب نفسك في واحده منهم اللي هي الاصعب اللي احنا بنعملها دي فعلا. بتاع دي بتطرقع في البق، جربتها حلو. خلي بالك خلي بالك فانكشنال دايجنوز في هارت فيلير ولا مفيش؟ طب في هارت فيلير كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد؟ لما بيبقى فيه لود على الهارت او مايوكارديال ديزيز مخلي في فيلير بيبتدي الهارت يقاوم هذا الفيلير بحاجه اسمها الكومبنساتوري ميكانيزم، من ضمنها الكارديوميجالي. الكارديوميجالي بيحاول يزود الكونتراكتيليتي رايت فنتريكلر او ليفت فنتريكلر انلارج، من ضمنها التريتمنت هو العلاج يعتبر كومبنساتوري ميكانيزم بيحاول يودي الفيلير. طيب لما اللود يزيد على الهارت قوي بيند قدره الهارت والتريتمنت على الكومبنسيشن، يبتدي اعراض الهارت فيلير تبان ولا لا؟ ففي الحاله دي يسمى دي كومبنسيتد هارت فيلير. وبالتالي لو عندك كارديوميجن او اند اور بتاخد تريتمنت في هارت فيلير وما عندكش اعراض الهارت فيلير انت كده تسمى كومبنسيتد. لو عندك اعراض الفيلير مضافا اليها الكارديوميجالي او التريتمنت ده يتسمى دي كومبنسيتد، لان انت عمرك ما توصل للدي كومبنسيشن الا لما الكومبنساتوري ميكانيزم تجيب اخرها الاول، فهتلاقي الاثنين مش دي بس. لو ما لقيتش لا دي ولا دي يبقى نو هارت فيلير لا كومبنسيتد ولا دكتور عنده مايتر برولابس مش عامل له لود على الهارت، مش مضطر ان هو يكومبنسيت حاجه، لا في هارت كبير ولا بياخد علاج. قلنا نو هارت فيلير بثلاث احتمالات. نو هارت فيلير يعني نو مانيفستيشن اوف كومبنساتوري ميكانيزم، نو مانيفستيشن اوف هارت فيلير ولا مانيفستيشن اوف هارت فيلير عارفينها ليفت سايد تو رايت سايد فيلير، بالمونري كونجستيف سيمبتومز، سيستميك كونجستيف سيمبتومز، لو كارديك بوت. قرينا الكلام ده خلاص مفهوم معروف النظري عارف واتحدد. طلع بقى هارت فيلير
من خلال الدسني ومن ودي بالمونري كونجيشن ومن خلال الفتيج وده لو كارديك اوت بوت سيمتوم. الجريدنج بتاعهم جريد 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 تقدر على اساسه تحدد الهارت فيلير ده فانكشنال كلاس 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. يبقى حدد شوف بقى الداتا اللي عندك ماشي مع مين في دول. طالما العيان جاي لك بيشتكي يبقى اكيد دي كومبنسيتد ولا ما كانش اشتكى. يعني الهارت فيلير بيقول لك دول دي كومبنسيتد. طيب نيجي على الكومبليكيشن روماتيك اكتيفيتي نشك فيها ازاي؟ ميجر وماينور وجع في مفاصله سخونيه في مفاصله احمرار في مفاصله ده ارثرايتس كارديتس لازم يقول له ده قالوا لي ان انت عجالك حمره بدوزميه تاني. ولهذا لو انت شكيت في روماتيك اكتيفيتي بتقول روماتيك اكتيفيتي ايه سسبكتد انفكتيف اندوكارديتس دي بتتشخص بالايكو وبالبلاد كلتشر مش بالكلينيكال. لكن تشك فيها لو العيان عنده فيفر ورايجرز فيفر ورايجرز تقول ان العيان انفكتيف اندوكارديتس از كلينيكالي سسبكتد ما اقدرش اشخصها لانها بتتشخص بالانفستيجيشنز. اترال فايبريليشن لقيت الريجولار بالبيتيشن بتزيد مع المجهود الريجولار الريجولارتي في البلس ابسنت ويف فقمت شاكك في اي اف فتقول اترال فايبريليشن از كلينيكالي سسبكتد لانه لا يشخص الا برسم القلب. دي في تي رجل ورمه وزرقاء يبقى لازم تعمله دوبلكس دي في تي از كلينيكالي سسبكتد. ولو طلع اي اف وعامل امبوليك مانيفيستاشن زي امبوليك هيمبليجيا تقول هيمبليجيا موست بروبلي امبوليك هو اكتر حاجه الهيمبليجيا. اذا حضراتكم كل كومبليكيشن بنعرفها ازاي؟ الداتا اللي انت طلعتها بقى ماشيه مع مين؟ البالمونري هايبرتنشن اهم حاجه فيه عندك جاينت اي ويف 2 اكسنتويتد بالمونري كومبوننت اوف سكند ساو وتلاقي العين اللي عنده بالمونري كونجيشن اتحسن وظهر بدلها لو كارديك اوت بوت لانك عملت فاسكولستريكشن فالدسني اتحسنت لكن في نفس الوقت قفلت فيجي لك لو كارديك اوت بوت تلاقي عنده بالمونري كونجستيف سيمتومز قلبت الى لو كارديك اوت بوت سيمتومز اعرف ان انت بدات تخش في بالمونري هايبرتنشن لازم تعمل له ايكو. بس انت بتقول بالكلينيكال انا لقيت كذا كلينيكال انا لقيت كذا لازم بقى تعمل له ايكو اي سي جي والكلام ده كله وتشوف الداتا اللي عندك ماشيه مع مين وتقوم كاتب هكذا يكون التشخيص. طب انت عرفت كل حاجه دلوقتي اقول لك يلا انت اتعلمت يا ابني روح بقى اشتغل لسه لازم اخد انا الكلام قدامك الاول اخد الهيستوري قدامي بالطريقه اللي انا علمتها وجنرال قدامك بالطريقه اللي انا علمتها لك ولوكال قدامك بالطريقه اللي علمتها لك واوصل التشخيص بالطريقه اللي انا علمتها لك. بمعنى طالما علمتها لك يبقى ده معناه ايه؟ ان كل حاجه بعملها بتبقى عارف انا بعملها ليه. فطول ما انت قاعد كل ما اعمل حاجه تقول ايوه اعرف اعمل زيه ايوه اعرف اعمل زي. مش عارف تعمل زيي اسالني خلاص وانا هحدد هجاوبك دلوقتي ولا اجاوبك بعد شويه ممكن اكون اجابه سؤالك جيد لحد ما تظن ان ايوه انا اقدر اعمل زي الدكتور. تيجي بقى تعمل زيي ما تعرفش 100% تبقى 40 50 60 مش مشكله بس عندك بدايه اقدر اصلح لك اقول لك لا انت نسيت ان احنا ما بنعملش كده اقدر اصلح لك. انما من الزيرو اقول لك بص يا هعلمك الهندي كلم هندي واصلح لك هل ينفع؟ طب بس اقول كلمتين وانا اصلح لك انما الزيرو ازاي؟ عشان كده لازم ادي لك ديمونستريشن. المساله دي بقى يا جماعه في التعليم ده بياخد وقت ده بياخد وقت بس في مقابل ايه؟ انه بيخش ما بيطلعش خلاص المراجعه بتبقى سريعه جدا فاهم اللي بتعمله ادي كل الفكره. فاحنا النهارده عندنا اثنين عيانين كارديولوجي واثنين عيانين شيست هجيب حالتين الكارديولوجي ناخدهم والبريك وبعدين في الفصل الثاني بعد البريك نجيب حالتين الشيست ونشرح بنفس الطريقه. بس الاول طلعوا لي صفحتين السمري اللي في الكتاب بتوع الهيستوري اللي هم بعد صفحه 75 بعد 25 بعد صفحه 25 هتقراهم بالعرض كده Thank you.
يعني ايه الضغط؟ نعم. كل سيمتوم مكتوب فيه ايه؟ ما تقعدش تحفظه، تحفظه في البيت. يلا يا شريف. واحده منهم ان شاء الله قصيره اللي هي دي، الحاله الثانيه اطول مليانه اكتر، فنبتدي بالخفيف كالاتي. وانت بتاخد الهيستوري بعد البيرسونال هيستوري والكومبلين بتسال عن البريزنت هيستوري. البريزنت هيستوري له رولز وله ستيبس. الرولز والستيبس، الرولز دونت ليد ذا بيشنت از بوسيبل،
don't repeat your questions as possible. Elucidate what the patient means rather than what he says as possible. Use understood vocabulary, use understood expressions as possible. دي القواعد. ايه ده بقى كده انا عايز احس ان بتعامل مع ناس ناضجه مش فول عادات. الخطوات الاصل في الشيت ان هو اللي يحكي مش ان انت اللي تسال. ده الاصل الشيت. وبالتالي الخطوه الاولى ask the patient to tell you his medical story without early interruption as possible. بقطعه لثلاث اسباب، ما قطعوش بس قطعه لثلاث اسباب. واحد to avoid irrelevant data. ما هي الريليفنت داتا؟ اي معلومه لا تصلح كاجابه على ولا سؤال من دول. مفيش حاجه اسمها اكتب اي هبل طول ما هو اللي قال لي. ما انت فلتر. ايه اللي يعدي وايه اللي ما يعديش. اثنين تقول لي سديت وات ذا بيشنت مينز، الكلمه ما انتش فاهمها. ثلاثه تو كومبليت ذا اناليسيز، يعني افرض ان هو قال المعلومه كامله بس ناقص فيها سؤال، ده مش هيعطله ولا هينسيه، اسال السؤال. في سبب رابع ده خاص بي انا بقى، ان انا ممكن ابتدي اقاطع عشان اشرح لكم ايه اللي بيحصل. ده انت مش تعمله، اوقف كده يا جماعه حصل كذا، بعلق على اللي حصل زي ما كنت بعلمكم الاكزامينشن، بقول لك هتحط ايدك بالشكل الفلاني اللي بوصف اللي انا هعمله مش بعمله خلاص. صح. الخطوه الثانيه تبقى فيل ان جابس، يعني اللي هو بقى ما سالوش تبتدي تسال انت عنه باي ترتيب ملوش علاقه خالص ترتيب الورق. اول حاجه تانلايز الكومبلين اون ذا كورس ديوريشن تريتمنت انفستيجيشن والاسئله بتاعت الكومبلين. ده نمره واحد مكتوب في الاول مكتوب في الاخر ابتدي بيه. ثم السيمتومز ريليتد للكومبلين، يعني قال لك ديسنيا بتسال عن كفو هيموتس مبتديا باللي قاله في الستوري. ثم السيمتومز نوت ريليتد للكومبلين اللي هي المجموعات الثانيه برضه مبتدئا بالالم ستوري. يبقى انا بانلايز من الاهم فالاقل اهميه. الترتيبه اللي قدامك دي مالهاش اي قيمه ولا ليها اي لازمه، لا في القرايه ولا في الكتابه. تحفظها عشان بس تفتكر. بعدين تسال عن موقفه من السكر والضغط. طيب وبعدين لو ريفيو للاذر سيستمز لو احتاجنا، احنا هنا مش بنحتاج. لان انا حاطط لك الاذر سيستمز جوه السيستم نفسه اللي انا محتاجه منه. ده ترتيب الاسئله. طيب ترتيب الكتاب في رولز في ستيبس. الرولز يو كان يوز ميديكال تيرمز، مقصود بيها هنا تقدر تقول ديسني قديمه. في بقى مدرستين، مدرسه تقول لك ري ارينج ذا ستوري كرونولوجيكالي من الافضل للاحدث، لان في سؤال اساسي في كل السيمتومز اسمه الديوريشن، ولو مش عارف يحددها بالظبط قول طب قبل كذا ولا بعد كذا، يعني ايه الجيل الاول عشان ترتب الاحداث. بعد ما ترتب الاحداث وتكتبها، في بقى نظريه ثانيه تقول لك لا انت اكتب الاناليسيس بتاع الكومبلين الاول، بعدين رتب الاحداث من الاقدم للاحدث، ولما يجي الكومبلين ثاني في ميعاده اكتبه ثاني. دي نظريتين الاثنين صح، ما تفرقش. في واحد يقول لك بس لخص لي الكومبلين كده عشان اروح تو ذا بوينت الاول. واحد يقول لك احكي لي من الادم والاحداث وخلاص. في واحد يقول لك لا ما تشوقنيش قول لي الخلاصه في الاول. واحد يقول لك لا شوقني من ورا لقدام. وبعدين تبتدي تذكر موقفه من السكر والضغط. The patient is known ولا not known to be diabetic or hypertensive. انا جايب لكم نماذج للشتات مكتوبه عشان تعرفوا ازاي الصياغه معايا تحت بتصوروها. وبعدين تكتب النيجاتيف. هل اكتب النيجاتيف في الاخر ولا اول باول؟ على حسب. المجموعه اللي اتجرحت نيجاتيفها وراها. There is dyspnea. يبقى المجموعه دي اتجرحت، يعني اتجرحت يعني ايه؟ يعني بقى فيها بوست. This dyspnea was not associated with scaf or hemoptysis. انما المجموعه كلها نيجاتيف. No pulmonary congestive symptoms. في نظريه ثانيه تقول لك قول no dyspnea no scaf no hemoptysis. انا من انصار الاختصار. No symptoms suggestive pulmonary congestion. في واحد يقول لك لا قول لي no dyspnea no orthopnea no pulmonary. البني ادم بيبقى عنده سيمتوم واحد او اثنين بالكثير. هتكتب سطرين وبقيت الشيت نيجاتيف تونوى. نو ديسنيا نو باروكسيزمال نوكتورنال نو ثينكوب نو ديزينس نو ايزي فاتيجابيلتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟
في ناس تعمل كده ويحبوا ده قوي، لكن انا مش من انصار هذا، غير انا غير مقتنع. انما لو دخلت على حد بيعمل حاجه اقولها له، اتفقنا على كده من الاول. هكذا يكتب الشيء، يعني تقوم عامل جنرال، تقوم عامل لوكال، وتقوم ايه مشخص من الورقه 84 اللي انا قلت لكم عليها. خلاص اسمك ايه؟ شريف محمد صباحي. شريف محمد صباحي، هو كده قال الاسم ثلاثي. ان خلاص بقى نسمع. هو ياخد المايك. لحظه، اسمه ايه العيان؟ يعني سمعنا، مش عايز بالك لك كتير، عايز اشتغل، عايز اشتغل. ما سمعتيش منه لكن سمعتي مني، انا بكرر الكلمه وراه. انتوا فيكوا ايه؟ ايه نظامكم معايا؟ اقعدوا وخلاص. الراجل بيتكلم، كل ما بيقول انا بكرر ورا، مفيش مايك اب. سنك كام سنه؟ 23. 23 سنه. ساكن فين؟ المنوفيه. مولود هناك؟ ساكن مولود في المنوفيه. تشتغل ايه؟ نجار. نجار. اشتغلت شغله غيرها؟ كاربنت. متجوز؟ متجوز من امتى؟ من 4 شهور. 4 شهور. كويس. مش هتسأل بقى في اولاد. ما يلحقش. بتدخن؟ لا. ما بيدخنش. ولا كنت؟ بتشيش؟ ولا كنت؟ طب بتاخد اي حاجه تانية؟ ما غالبا ما بيدخنش، مفيش حاجه تانية يعني هيحشش ومش هيدخن، مش ممكن. مكيفات، منبهات، مخدرات، الحمد لله. بتكتب بايدك اليمين ولا الشمال؟ اليمين. اليمين، رايت هاند. يبقى الدوميننت هيمسفير بنسبه 90% الشمال اللي فيها السبيتش سنتر. بتشتكي من ايه؟ ضربات قلب. ضربات قلبك؟ اكتب ايه؟ بالبيتيشنز. اويرنس اوف هارت بيتس. لما تلاقوا بس نفسكم في حاجه ما تعرفوش تعملوها قولوا لي، كله سهل خالص. يبقى كومبليننج اوف اويرنس اوف هارت بيتس. اخر مره كنت سليم تماما من غير اي تعب كان امتى؟ اخر مره كنت سليم تماما ما عندكش اي، مش حاسس باي تعب، كنت طبيعي خالص، كان امتى؟ من كام سنه ولا من كام شهر؟ سنين. من 5 سنين. قبل 5 سنين كنت سليم تماما. احكي لي بقى من 5 سنين لغايه دلوقتي ايه اللي حصل بالترتيب وبالتفصيل قدر المستطاع. هو يبتدي يحكي بقى وانا مش هقاطعه الا في الحاجات اللي انا قلت عليها. الاصل ان هو اللي يحكي، مش الاصل ان انا اللي ايه اللي اسال. ايه؟ يا بنتي اللي انت بتقولي ده انا شرحته. حضرتي حصه التكنيك؟ قلنا ان لما بتيجي تعمل اناليسيس بتسال على الانسيت والكورس والديوريشن في البريزنت هيستوري. قالوا في مدرسه، انا معقول الكلام ده؟ في مدرسه بتقول اكتب الديوريشن، في مدرسه بتقول ما تكتبش الديوريشن، والمدرسه اللي بتقول اكتب الديوريشن، في ناس تقول لك اكتب اللاست اتاك، في ناس تكتب تقول لك اكتب من اول ما جاله. انت بالنسبه لك يا دكتور بترجح ايه؟ بترجح انك ما تكتبش الديوريشن خالص. معقول ان انا اعيد الحصه دي تاني؟ انا ببني عليها بقى، مش معقول كل دقيقه سؤال. خليك معايا، احكي لي اللي حصل بالترتيب وبالتفصيل من 5 سنين قدر المستطاع. حسيت بضربات قلبي كانت منتظمه، جات لي بالتدريج وراحت بالتدريج. طيب، حس بضربات قلبه. ضربات قلبه دي بيقول انها كانت بتجيله بشكل منتظم. طبعا مفيش عيان هيتبرع بنفسه ويقول ان ده منتظم ولا غير منتظم الا لما تساله. خلاص؟ ده ما هو عشان شغال في الدروس، عشان كده دايما بقول لكم حاولوا تاخدوا لي لما تخلص، لما نتمرن يعني واعمل قدامكم اكتر من شيت، خدوا لي شيت من الكليه من العينين المحجوزين احسن من اللي هنا. لكن احنا بناخد زي ما اللي قدامنا. ضربات قلب منتظمه سريعه؟ سريعه ومنتظمه، بتيجي بالتدريج وتروح بالتدريج. ايه اللي بيجيبها؟ المجهود. ايه اللي بيحسنها؟ الراحه. الراحه. مجهود اكتر من الطبيعي ولا طبيعي ولا اقل من الطبيعي؟ يعني لما تطلع تجري على الاخر تيجي الضربات
ولا المجهود العادي؟ لما تطلع تجري. انما المجهود العادي ما يجيبهاش يبقى زيه زيك. ده مش سمتم اصلا. ولا له قيمه اللي هو يقوله ده. الكلام اللي هو بيقوله ده لو انت طلعت جريد هيجي لك نفس اللي جاله ولا لا؟ يبقى اللي قاله ده ملوش معنى. ولا اكتبه. ولا تكتبه. انما لما يقول لك مع المجهود العادي او اقل من العادي، يعني انت قاعد كده مفيش ضربات؟ رحت الحمام مفيش ضربات؟ طلعت الدور الاول او الثاني مفيش ضربات؟ بس يبقى ده ما يتقالش. وبعدين؟ ده باسبوع حصل لي دوخه وزغلله وصداع. دوخه وزغلله وصداع ده مش طبيعي. ده كده بقى مش طبيعي. دوخه وزغلله وصداع. طب اقول لك ايه؟ هو انت قبل الخمس سنين لما كنت بتجري ما كانش بيجي لك ضربات قلب؟ قبل الخمس سنين. يعني انت قبل الخمس سنين كنت لما تطلع تجري ما كنتش ضرب قلبك بيضرب كده؟ كنت عادي. هو العادي ايه؟ العادي ان الواحد يجي ضربات قلبه بتيجي ولا ما بتجيش؟ عادي كنت بجري عادي. لما كنت بتجري عادي الانسان الطبيعي لما يجري زيك كده قبل خمس سنين لما يجري لما بيقف بيحس بضربات قلبه ولا ما بيحسش بضربات قلبه؟ بيحس. طيب ايه اللي اتغير بقى من خمس سنين؟ ما انت قلت قبل خمس سنين لما كنت تطلع تجري كنت بتحس بضربات قلبك مش كده؟ لما الخمس سنين برضو بتحس بضربات قلبك، ايه الفرق ما بين قبل الخمس سنين وبعد الخمس سنين؟ حسيت بيها بضربات قلبي من خمس سنين. وقبل الخمس سنين لما كنت بتطلع تجري ما كنتش بتحس؟ لما تطلع تجري ما تحسش بضربات قلبك؟ بس يا شريف مفيش حد في العالم كده. على فكره عندنا اربع حالات. عندنا اربع حالات. الحصه تخلص 6 بالمنظر ده ممكن تخلص 8. بس احنا كلنا لما بنجري اي انسان طبيعي لما بيجري وبيقف كده بيحس بضربات قلبه من غير ما يكون عنده اي حاجه. انت ما كنتش لما بتجري بتحس بحاجه؟ بجري قبل الخمس سنين من 10 سنين ما كنتش بتحس. طيب تترجمه ده ازاي؟ بالظبط. ان انت لما بتجري بتحس بضربات قلبك لكن ده ما بيلفتش نظرك لانك بتعتبره طبيعي. مش ما بيحصلش. ما بيلفتش نظرك. لو سالت اي واحد النهارده عملت ميكتيوريشن كم مره يقول لك مش فاكر. انا بتعمل الحكايه دي كل يوم. ليه؟ ما تلفتش نظرك. لكن لما يقول لك ده انا بتبول كتير يعني اكتر من الاول طالما طول. اذا تتكتب ولا ما تتكتبش؟ تتكتب. لا تتكتب. ليه؟ لانه اشتكى منها. هو ايه الفرق ما قبل الخمس سنين وما بعد خمس سنين؟ ما اللي وصفه هنا هو نفسه اللي وصفه هنا. ده مع مور ذان اوردينري ايفورت وده مع مور ذان اوردينري ايفورت. ايه اللي يخلي ده نورمال ويخلي ده اب نورمال؟ ان ده اشتكى منه وده ما اشتكاش. يبقى اذا الشده اعلى من العادي. الشده بتاعت الحاله بتاعت البالبيتيشن لفتت نظره. اذا قد يكون في زياده في الفورس، قد يكون في زياده في الريت عن المعتاد. اذا ده مش نورمال. كويس؟ حسيت بقى بدوخه وزغلله. الدوخه دي كنت بتفقد الوعي تماما ولا بتبقى دريان برضو شويه؟ بتبقى دريان شويه. يعني ديزلز. طب هل وانت قاعد كده وانت قاعد ساكت كان الاوضه بتلف؟ اه بتبقى حاسس ان الدنيا بتلف بيه. بتلف. ده ممكن يكون فيرتايل وممكن يكون ميس اكسبريشن ان هو بيحس بدوخه فبيوصف هذا الوصف. لازم نكمل. طيب الدوخه دي ايه اللي كان بيجيبها لك؟ المجهود. المجهود. مجهود قد ايه؟ يعني لما تطلع دور السلم ولا دورين ولا ثلاثه؟ التاني. كويس قوي. طيب لما كنت بتستريح كانت بتروح؟ كانت بتروح. بتقعد قد ايه تقريبا؟ خمس دقائق. احنا قلنا مينتس. السنكوب والنير سنكوب او الديزنس بيقعد مينتس. مش ممكن يحسبها بالظبط. هي بتبقى دقيقه بس هو ما بيحسبهاش بالظبط. خمس دقائق. كل ما تعمل مجهود عند الدور الثاني كانت تجي لك؟ اه. طيب هل كنت بتحس معاها ساعات؟ بعرق؟ ما بتجيش معاك عرق. بحاول اسال على السمساتك اوفر ستيميليشن. طيب بيبقى معاها الضربات السريعه لما بتعمل المجهود؟ اه تمام. ممكن تكون ديزنس. ممكن ديزن هي النير سينكوب يسموه. واكزيرشنال المجهود اللي بيجيب لك الدوخه.
اكزيرشنال اهم حاجه تعمل اكزيرشنال ديزنس ايه؟ اوبستراكتيف هارت ديزيز اللي اهمهم بالنسبه لنا الاورتيك ستينوز. وبالتالي لو جيت شخصت في الاخر وطلع عنده اورتيك ستينوز فعلا يبقى الكلام ده مؤكد. طلع ما فيش اورتيك ستينوز حاول تساله مره تانية تسترس عليه تاني تشوف الاعراض دي ماشي. لازم الحاله تبقى منطقيه مع بعضها. السياق يبقى ايه؟ متكامل. كمل وبعدين ما حسيت لي بالضفر زلول وصداع رحت جامعه المنوفيه. رحت جامعه المنوفيه مستشفى الجامعه. اه ماشي بالكوم. ايوه الكلام ده كان امتى بعدها بقد ايه؟ بعد 5 سنين ده حوالي 10 ايام وانا بشيل. اه يعني في الاول على طول. في الاول على طول ماشي. بعد 10 ايام رحت جامعه المنوفيه. طيب بعدين عملوا فحوصات ايكو واكسري وسي جي. ايكو واكس راي ورسم قلب. يعني الحاجات الثلاث حاجات دول اللي هم عملوا فحوصات ثانيه غيرها. لا. طيب قالوا لك ايه؟ حجزوك حجزوني 10 ايام. 10 ايام عملت الفحوصات دي في ال 10 ايام. هل ادوا لك علاج؟ اه ادوني علاج. ايه؟ لازكس لازكس ولونج اكتين بنسلين وكابوتين ولونج اكتين وبنسلين طويل مفعول. خلي بالنا مش كل كلمه احنا مش قاعدين في مسرحيه. عايزين نستفيد من الحاله. ادوله لازكس هم شايفين كده انه محتاج لازكس. انا ما اعرفش ايه منطقهم. العين اللي عنده ديزنيا ولا عنده اديما ولا عنده كونجيشن من كلامه ده. بالعكس عنده لو كارديك اوتبوت وكابتو بريل فازو دايليتور. اللي عنده اوبستراكتيف هارت ديزيز ما ينفعش ياخد فازو دايليتور الا اذا لقوا حاجه تانية بقى هنشوف. ثلاثه لونج اكتنج بنسلين هنعرف ليه بس اما نخلص. وبعدين العلاج ده ريحك؟ ريحنا. ودى الزغلله؟ ودى الزغلله؟ طيب وبعدين؟ وبعدين؟ بس هو خلص قصته. منطقيه غير منطقيه بناخد ونحط على اللي احنا مذاكرينه. طب بالله عليكم لو انا مش عارف اي حاجه في السيمبتوماتولوجي هقدر حتى انقد اللي بيقوله اذا كان صح ولا غلط؟ عرفتوا ليه لازم نشرح؟ عشان اقدر اناقش اللي بيتقال. النهارده بيقول اكزيرشنز ان كوب فكرت في اوبستراكتيف هارت ديزيز. اوبستراكتيف هارت ديزيز يا راجل اخد فاسو دايليتور كابتو بريل اخد لازكس. طب ايه اللي خلاك تخطر على بالك ان اوبستراكتيف لانج ديزيز اصلا ان هارت ديزيز؟ لان احنا خدنا سيمبتوماتولوجي وعرفنا ان اوبستراكتيف هارت ديزيز بيعمل اكزيرشنز ديزنس وسينكوب. يبقى صحيح الصفحتين دول مش كاتبين الديتيلز دي لكن مكتوبه جوه. لما اكون مذاكرها لما اجي اشرح لك تبقى فاهم انا بقول ايه. هو ده الهدف من الشرح. بنناقش بجد بناخد شيء بجد مش بنمثل ان احنا بناخد شيء. هو خلص قصته جه دوري انا بقى انالايز ذا كومبلين ثم ريليتد ثم النون ريليتد. كومبلين بتاعه ضربات قلب سريع ديوريشن 5 سنين. الكورس هل الضربات القلب السريعه دي من ساعتها لغايه دلوقتي ثابته ولا بتتدهور ولا بتتحسن؟ بتتحسن؟ تحسن مع العلاج يعني قصدك؟ ما نعرفش ايه العلاج اللي ممكن خد حاجه ما هو ما قالهاش بيتا بلوكر او حاجه هو ما قالش على اي حاجه. طيب النقطه اللي بعد كده سريعه ولا مش سريعه؟ سريعه. ريجلر ولا ريجلر؟ ريجلر. الاونست جراديوال الاوفست جراديوال بريستيتنج فاكتورز الاكسرسايز الريليفنج فاكتور الريست. يبقى هو عمل اناليسيس كامل للبالبيتيشنز. خلاص ما يقدرش الدكتور دلوقتي يقول لك انت ما سالتش على كذا ليه؟ كل حاجه اتسالت. هل في ريليتد سيمبتومز؟ مفيش. البالبيتيشن ده جروب لوحده. قال على المجموعه الثانيه اللي هي الديزنس. الديزنس قال الديفينيشن بتاعها مظبوط ان هي بتيجي في 5 دقائق وبتيجي مع الاكسرسايز وبيفقد بارشال لوس اوف كونشسنس. السؤال بقى ايه الاسوشيتد سيمبتومز هنا او ايه الحاجات التانية اللي في نفس الجروب؟ اه هو قال الكلام ده حصل بعدها على طول. اه اللو كارديك اوتبوت. فتعال نسال هل بيجي لك طبقه على صدرك اللي هي انجينال بين؟ هل بيجي لك ايديك ورجليك بتتلج؟ هل لما بتيجي تمشي بيجي لك كرامبات في رجلك تخليك تعرق انترميتنت كلوديكيشن؟ هل بتحس بهبوط؟ لا. ما هي دي يا جماعه اللو كارديك اوتبوت سيمبتومز. ما عندوش.
اسال ده اللي هو قاله analyze complaints ثم related ابتدي اسال بقى النون ريليتد هي الجروبس الاخرى بالمونري كونجستيف سيمت في لهجان بتنام بالليل على كام مخده على مخده واحده بتصحى بالليل على كرشة نفس بتكح ولا كحيت دم انقل على اللي بعده سيستميك كونجستيف سيمتومز هل رجليك من تحت ورمت الشراب بيعلم في التوريمه جالك وجع في جنبك اليمين انا بسال على السيستميك كونجيشن عينك اصفرت اللقمه بتتعبك لما تيجي تاكل بطنك اتنفخت لا افرض قال لي كل ده اللي ماشي مع السياق باخده واللي مش ماشي مع السياق ما باخدوش اني سياق بعد ما اخلص خالص بعد الاكزامينيشن يعني ممكن اشطب حاجات كتيره من اللي انا قلتها مش منطقيه بس لازم ارجع استرس عليه فيها تاني طيب شست بين قالوا هل في صعوبه في البلع تغيير في الصوت تق ده البريشر سيمبتومز نيجي على السيستميك امبولايزيشن هل جالك تقل في دراعك او في رجلك الم شديد في بطنك اتبولت دم اللي هي السيستميك امبولايزيشن الم شديد في دراعك او في رجلك عظيم ساينوزس والبالمونري كونجستيف سيمبتوم مش هسال عليهم هل حصل سخونيه بحراره سخونيه يعني حصلت لك او حراره ما حصلش خلال الخمس سنين ما حصلش طيب هو كده احنا خدنا السيمبتومز كلها قالها بالنيجاتيف ما هو في العيان في النهايه بيبقى له حاجه بوزيتيف او حاجتين والباقي كله نيجاتيف كنا هسال كل ده تسال كل ده ازاي يا ابني ازاي تسال على كل ده حتى انلايز البوزيتيف بس النيجاتيف لا طيب جالك حمى روماتيزميه وانت صغير امتى وانت عندك 15 سنه يعني من 7 سنين انت مش عندك انت قلت عندك كام 23 يعني قد تقريبا 23 يعني من 8 سنين عرفت ازاي ان جات لك حمى روماتيزميه جت لي رد زوري كان بيوجعني ايوه زوري كان بيوجعني مفاصل يمين وشمال ومفاصلك بتوجعك يمين وشمال مفاصل انهي مفاصل ركبك احمرت لا سخنت ورمت لا. وجع بس دي ارثرالج مش مشكله طيب وبعدين عملت ايه لما جالك الكلام ده وحراره 41 عملت ايه لما جالك الكلام ده رحت المستشفى ادوني لونج اكتنج بنسلين ادولك لونج اكتنج بنسلين ايا كان اللي يقول وبعدين شخصوك قال لك انت عندك حمى روماتيزميه طيب وبعدين قال لك تمشي عليه لمده 25 سنه و لسن 25 سنه مشيت لا خدت ولا حقنه خدت سنتين بطلت سنتين وبطلت سنه مشيت عليه سنتين بس يعني مش عليه سنتين خلال السنتين دول هو اندر تريتمنت وانا عرفت الباست ان هو مرض شخصه وعالجه ده اللي حصل وتوقف العلاج وتوقفت الاعراض لمده عام وقعد سنتين غطى لي السنتين بعلاج يبقى انا وخصوصا لو فحصته طلع دبل مايترال او دبل اورتك مثلا يعني طلع ما يجيش غير روماتيك وشخصت روماتيك ساعتها مسموح لي احترم التشخيص واكتبه مع البريزنت يعتبر ده هيستوري اوف ذا بريزنت ايلنس او احترم التعريف اللي بيقول لك فات عليه سنه هو فات عليه سنه بالظبط هو 3 سنين ما بين الحمى ما بين الاعراض سنتين منهم بالحقنه وسنه من غير الحقنه فكونها سنه بالظبط لو ماشي مع السياق وطلعت فعلا ان دي روماتيك هارت ديزيز انا افضل انك تحطه على البريزنت افضل انك تحطه على البريزنت لان هي سنه بالملي ان كمان في ناس تقول سنتين مش سنه دي الحمى الروماتيزمية طيب ايه خدنا منه الهيستوري حد في عيلتك عنده نفس اللي عندك ولا جاله اللي جالك ولا صابه اللي صابك ولا نابه اللي نابك قوم لما اجي اكتب الشيت اقول بعد ما تقول البريزنت البيرسونال هيستوري فلان الفلاني فلان ليفز ان كذا هيز رايت هاندد كومبليننج اوف اويرنس اوف هارت بيتس ذا كونديشن ستارتد 8 ييرز اجو باي روماتيك فيفر ان ذا فورم اوف نيز سويلنج او نيز بين اسوشيتد ويز ريكرنت تونسيلايتس The patient was admitted in the hospital and diagnosed as rheumatic fever. هما اللي قالوا له كده. And advised to take long acting penicillin
for the age of 25 years old. But the patient didn't adhere to this medical treatment for more than 2 years. 1 year later, the patient developed rapid regular palpitations, precipitated gradually by exercise with more than ordinary effort, and improved gradually by rest in recurrent attacks. This was associated with exertional dizziness. The patient sought medical advice وفي المستشفى اللي قال عليه المنوفية where ECG, echocardiography and X-ray were done for him and advised to take Lasix وقال long acting penicillin وكابتوبريل. هيسألك بقى الدكتور يوقف يقول لك الكلام ده صح يا ابني ولا غلط؟ قول له دكتور بعد ما شخص طالع العين عنده دبل اورتك يعني عنده سيفير اورتك ستينوزس سامعوا هنا الكابتوبريل ده ممكن يكون متاخد عشان الاورتك ريجيرش وممكن اللازكس ده يكون متاخد لكن ملوش انديكيشن يبتدي يناقشك بقى ده شغل نظري مش شغل انا بس انا بقول لك ازاي الحوار بيمشي انا بحاول اقول لك الحوار ده جوه الدرس نفسه يعني مع الحاله مش هشرح لك نظري بعد ما تخلص الكلام ده تقوم قايل نو اذر لو كاردك اوت بوت سيمبتومز مش معنى دي اللي ابتدي بيها لان دي المجموعه اللي جرحت اللي فيها سيمبتوم بوزيتيف ابتدي من اولويتها No systemic or pulmonary congestive symptoms. No chest pain. No pressure symptoms. No systemic embolic symptoms. ما تقولش نويزز بقى لما تقول حالة chest تقول نويز. يبقى ما تقعدش تقول نو ارسبني انا في ناس تحب كده. ما هي كفاية قوي ان هي تقول هذا الكلام. مش في الحالة دي مش لازم اقول بقى في باست هيستوري روماتيك فيفر لان احنا حطيناها مع البريزنت. و The family history is irrelevant. انت كده خدت الشيت. شيت صفحة صغير كده حلو. نعم. سكر وضغط جالك سكر او ضغط؟ طيب. يبقى there is no, the patient is not known to be diabetic or hypertensive. The patient is not known to be diabetic or hypertensive. ادي الشيت هكذا يطلع. طبعا انت اتفرجت على اللي انا بعمله تقول الله ما الدكتور اللي بيعمله اللي انا اقدر اعمله. بنسبة كام في المية؟ انت تقول الله يا ابني اقدر اعمله بنسبة 60% بنسبة 70% بنسبة 50% المهم تبدأ وبعدين تبتدي نصلحها بس تبقى فاهم اللي اتعمل ازاي دايجنوز ايه يا بنتي؟ دايجنوز من الهواء قلبه ده؟ لما انا لسه قايل بنشخص بعد ما البازل يكتمل عم ما قالش حاجة General examination. General examination. تعملوا ايه؟ خليكوا قاعدين عادي. انت اللوكال examination وريتهولكوا قبل كده. هعمله قدامك. بس انتوا اوريدي شفتوه وعملتوه. الجنرال مش مهم تشوف العيان، مهم تشوف انا، ان انا اللي بشتغل. جنرال اكزامينيشن. الله اعظم. تلات عناوين. اوفر فيو. فايتال ساينز. ريجنال اكزامينيشن. اوفر فيو. فايتال ساينز. ريجنال اكزامينيشن. اوفر فيو. Built decubitus mental function. Built height and weight looks average. يبقى the patient looks average in build. ليه بستخدم كلمة looks؟ لأني ما وزنتوش ولا قستوش بالتقريب. لو نزلنا السرير ده تنهج. Lies comfortably in the bed in the dorsal recumbent position. He is fully conscious, cooperative, oriented to time and place and person. With good mood and memory and of an average intelligence. ماشي؟ ادي الاوفرفيو. Vital signs. Pulse. Rhythm, rate, volume, character, equality, condition of the arterial wall, peripheral pulsations, signs of aortic regurgitation. او ماسك البلس زي ما اتعلمنا. Rhythm.
ريجولار ريت اعد في ربع دقيقه واضرب في 4 طلع عنده 60 او 64 فوليوم بيج بالس فوليوم كاركتر انا حاسس تحت ايدي هنا بالتس بسفيريانس انا حسيت ده مره بقى نجيب العيان ده وتحسوه البالتس بسفيريانس ما احنا بقى دارسين احد اهم اسبابها الدبل اورتك تيجي كمان مع السيفير اورتك ريجيرج تيجي كمان مع الهوكم طب مش مذاكر مش هتعرف تترجم ليه مش مذاكر اصلا ما تشرح ليش لا تشرح يبقى المشكله عندك تذاكر الكلام كله موجود في السين وجي جنرال كله مكتوب في السين وجي اللي انا محتاجه وزودت لكم عليه حاجه كمان بالسس بسفيره في حاجه تانية عنده اوتر هامر بالس عنده الاثنين يبقى اذا يا دبل اورتك يا سيفير اورتك ريجيرج خلاص لان لو هوكم مش هيعمل اوتر هامر طيب ده الكاركتر ايكواليتي اون الفوليوم بيك بالس فول طالما اوتر هامر يبقى بيك فوليوم على طول طالما اوتر هامر يبقى اكيد بيك فوليوم ولا يبقى انت متراقب مع نفسك الايكواليتي الايكواليتي في الفوليوم ولا في الريت في الفوليوم ايكوال بالس فوليوم بعد كده طبعا اثيروسكليروز ده لما يكون راجل عجوز اكيد نورمال ارتيريال وول نورمال ريزم ريت فوليوم كاركتر ايكواليتي ارتيريال وول اذر بالسيشن الريديال محسوس والالنر محسوس مش كده يبقى كل البروكسيمال ليهم سليم امال اللور ليم ابص على الدورسال سبيتس اهو محسوس هل يغني عن البوستير تيبيال اهو 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 محسوسين يبقى كل البروكسيمال ليهم انتكت ايه اللي يتبقى في البالس تعلق عليه بريفرال ساينز اوف اورتيك ريجيشن ووتر هامر شفناها تقوم لابس السماعه تقطع الفيمورال تسمع بيستول شوت تبص على رقبته تلاقي فيزيبل كاروتيد بالسيشن هي كوريجان ساين ورا لكم كلكم قبل كده كوريجان ساين اقعد ورا قلبه بصوا للرقبه ولو تاخدوا بالكم تلاقوا قريبين هيلاحظوا انها بتعمل كده بسفيريانس القريبين هنجيب بقى مره ثانيه العيان ده نشوفه من قريب بس الاول انا عايز اوصلك ازاي توصل لتشخيص نعم يبقى عنده بريفرال سايز اوف اورتيك ريجيج ما عندوش ديجيتال بالسيشن بس ادي البالس تيجي تقيس له الضغط هتلاقي السيستوليك عالي والدايستوليك واطي وايد بالس بريشر بتاع الاورتيك ريجيج الفرق ما بينهم كبير والدايستوليك اقل من 60 ضروري في ناس تقول لك بقى لازم تعمل بالباتري قبل لا لازم تعمل بالباتري قبل الاسكالتاتري تو افويد الاسكالتاتري جاب في ناس تقول لك لازم تقيس في الشمال ولما يقوم يقف وفي اللور ليم نتوقع نلاقي ايه في اللور ليم ان اللور اعلى من الابر باكتر من 20 لان في اورتيك ريجيش اللي يسموها هيلز ساين اللور اكتر من 40 يبقى مودريت اكتر من 60 سيفير اورتيك ريجيش فهنا دي في الامتحان تقيس له اللور ليم مفيش حد غيرك في الدفعه عملها تقيست في اللور ليم ليه يا ابني قول له عشان اشخص الهيلز ساين عشان اشوف الهيلز ساين ولا البرافو بعد كده التمبريتشر ترمومتر ببقه وتقيس درجه الحراره تعمل نفسك بتعد البلس وتعد له الريسبيراتوري ريت عشان تشوف طالع كام النورمال من 12 ل 20 ادي الفايتال ساين ريجيونال اكزامينيشن هيد فيشز مفيش حاجه لا مون فيس ولا غيره كومبليكشن بص لفوق مفيش جونز طلع لسانك وقلبه مفيش ساينوزس ولا حتى بريفرال ساينوزس تقلب شفته مفيش بالور individual organs مفيش بافنس في الاي ليدز ولا زانسيلازما مفيش ريد جليزد تانج ريد جليزد تانج ولا باد اودر اوف ذا ماوث يبقى الهيد كده تمام هاجي على النك الكاروتيد في فيزيبل كاروتيد بالسيشن طب ادور على كاروتيد شادر اللي هو الثريل ما لقيتش ثريل طب النك فينز صعب نبص على النك فينز هجيب لكم مره ثانيه عيان في نك فينز واضح صعب تبص على النك فينز وجود الكوريجان ساين دي بتغطي على دي انما دي مؤكد كوريجان ساين لانها قدام الاسترن مستويد فيلت بيتر دان سين ما تتغيرش مع البوزيشن مفيش هيباتو جاجلر ريفلكس الحاجات دي كلها والكلام ده هنبقى نعمله مره ثانيه في الحصه لما يكون عددنا صغير في حصه العام ليمف نود وثايرويد مش محتاجهم الحقيقه ليمف نود اكزامينيشن والثايرويد مش محتاجهم بس برضو اوريهم لك اقعد سبمنتال
سب مانديبولار تونسيلر بري اوريكولار بوست اوريكولار اوكسيبيتال سوبرفيشال سيرفايكال ديب سيرفايكال سوبرفيشال سيرفايكال ديب سيرفايكال سوبرا كلافيكولار انتيرير اكزيلري مع الانتيرير فولد اوف ذا اكزيلا بوستيرير اكزيلري اجينست البوستيرير فولد اوف ذا اكزيلا لاترال اكزيلري اجينست الهيومرس سنترال اكزيلري اجينست الشيست وول ايبيكال ايبيتروكليا انجوينال فيمور كله نيجاتيف مفيش ليمف نود اصلا ثايرويد احنا بناخدها لوحدها هناك مع الاندوكراين الابر ليمف اعمل ايدك كده مفيش فاين تريمورز اعمل ايدك كده مفيش فلابنج تريمورز بس في هايبر كيراتوزيس ده مانوال وركر اشتغل نجار مانوال وركينج او فاس تعرف تضرب بالفاس ده من الفاس غالبا هايبر كيراتوزيس تعلق عليه دي متعلقه بالمهنه ان مفيش كلابنج مفيش بالمر ارثيما مفيش سبايدر نيفاي المفروض يكون اكسبوزد كويس طبعا ننزل تحت يكون قلع الشراب وتدور على اديما ورا الميديال ماليلس ما لقيتش اديما تعمل ايه تقعده وتبص على السكرم لا يطلع بيدريدن خلاص خلاص احنا قلنا كده لو لقيت اديما لوور ليم بص على السكرم لا يطلع بيدريدن يحترمك قوي الدكتور بعد تبص على جينيكو ماستيا تحاول تحس فيرم ديسك تحت النبل لان دي بتيجي مع الديجيتالس والسبايرونولاكتون والليفر كونجيشن هو ما عندوش ولا واحده منهم يعني وتدور على سبايدر نيفاي وعيان الهارت بالذات في الشيست لازم تسمع ظهره لان لو عنده باي بيزال فاين كريبيتيشن ده معناه ليفت سايد فيلير بس يعني كان قال لك ديسني على الاقل كان قال لك اورثوبنيا ما قالش فغالبا مش هنسمع حاجه الابدومن لازم تفحص الايه التندر بالسيتنج ليفر خد نفس جامد واكتمه لارج تندر بالسيتنج ليفر مفيش ما عندوش تندر اللي هي علامات الرايت سايد فيلير انت كده مسكت العيان خدته جنرال اكزامينيشن كامل جنرال اكزامينيشن عملت مشيت على السكيما فين اول صفحه خالص كتاب السين وجيم سكيمه الجنرال حاجه على اللوك اللي متعودين عليه بقى ارفع هدوم باي انسبكشن اند بالبيشن Skin no dilated veins no scars. Precordium no precordial bulge. ماشي على سكيما مش واقف قدام العين تايه. في سكيمات ماشي عليها. ومش بقى مش سكيمات حافظها بس انا مدرب عليها. والا تقعد تقرا بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بعمل ايه؟ مدرب عليها عينك واخدة على طول من خطوة لخطوة. حاجة على البلسيشن. Apex leptoparasternal pulmonary aortic epigastric. ايبس سايت اكتب نفسك ابص تانجنشن بالفينجر بادز اقوم مطلع الايبكس بايدي طلعتها هنا اهي اعد 2 3 4 5 شيفت اوت اند داون معناها ليفت فينتريكولار دايلاتيشن يعني يا اما فوليوم اوفرلود اورتيك ريجيرج مايتر ريجيرج في اس دي بيتا اندكتس يا اما ليفت فينتريكولار فيليا باعتبار ان فيلير اوف ايد تشامبر يؤدي الى دايلاتيشن اوف ذا تشامبر اند اول تشامبرز بروكسيمال تو ايد يبقى يا ال في فيلير وده مستبعد لان ما عندوش سيمتومز لده يا اما فوليوم اوفر دوز هتطلع اورت بريجيرج في الاخر يعني انت هتقول اورت بريجيرج مايتر جيرج بيس دي بتندكتس ده مش هيجي لك فهنا يا اورت بريجيرج يا مايتر جيرج طب نلاقي ووتر هامر بالز هو ده بقى بقول لك البازل لاقي كوريجان ساين لاقي بيستول شوت يبقى غالبا ده من الاورت بريجيرج طيب ساين تايمينج ايدي على الكاروتيد وعيني على الايبس بيضربوا مع بعض يبقى سيستوليك بلج ماشي مع ليفت فينتريكولار انلارج وبالتالي لوكالايزد سيستوليك بلج يبقى على طول لوكالايزد ماشي مع ليفت فينتريكولار انلارج الكاركتر بالفينجر بادز واخد الكونتور لقيتها فورسيبل عايز اعرف سستند ولا نون سستند لان ما عندناش خبره السستند ولا نون سستند اسمع الاورتا لقيت في اورتيك ستينوز يعني بريشر اوفرلود يبقى اكيد ايه هيفنج يبقى دي هيفنج فورسيبل سستند ما سمعتش اورتيك ستينوز اقول فورسبل نون سستين لان صعب عليك وعليا ان انا اقول دي سستند ونون سستين تقديريه جدا فلازم اربطها بالسياق يبقى هيفنج طب هل في ثريل مفيش نايمه على جنبه الشمال دونت اكسكلود ثريل لما ينام على جنبه الشمال تعالى على الليفت باراسترنال اريا في بالسيشن وفي ثريل البالسيشن بدي والثريل بدي البالسيشن بكعب الايد الايد مفروده ويكتم نفسه وابص الايد دي كعب الايد والايد مفروده اكتم نفسك وبص الايد
لقيت بلسيشن بسيطه قوي بس ريتراكشن. ما هو ليفت باراستيرنال ريتراكشن مع سيستوليك بلج الانترنال روكينج معناها ليفت وليس رايت فينتريكلر انلارجمنت. مفيش رايت. عايز تقول نو ابليفت قول نو ابليفت. واقوم ساحب ايدي بالبول اوف ذا هاند كده الاقي هنا ايه ثريل ما لقيتش بتاع الفي اس دي ما لقيتش بالمونر. شوف بعمل صوابع ازاي واخش في اخش في السكند سبيس الشمال. اكتب نفسك بالمونري بلسيشن بالبابل ساوند ثريل ما فيش. اورتيك بلسيشن بالبابل ساوند ثريل لقيت سيستوليك ثريل يبقى في اورتيك ستينوس يبقى فعلا دي هيفنج. وانا مطلع بريفرنس ساينز يعني اورتيك ريجيرج دبل اورتيك يبقى عنده بلسس بسفيريانس ماشي معاها ولا لا. ده انا حتى ما بقولكش تعمل كده انا بقولك استنى لما البازل يكتمل. احنا بنخلط قبل ما البازل بيكتمل بنربطه ببعض اهو. بس تكون متاكد ان دي بسفيريانس متاكد ان دي وتر طلع الفيزيكال ساين صح. دي مهاره اساسيه كوني اربط ده مرحله تانية. وديك بتربط العيان من قبل ما احط السماعه دبل اورت. في هنا سيستوليك ميرمر اورتيك ستينوس في بريفرنس ساينز اورتيك ريجير بلسس بيجي مع الدبل اورت يبقى دبل اورت. فانت داخل بقى تسمع وانت مستريح سايب البركشن انت داخل تبقى بجاستريك لقيتها جايه هنا من الاورت تيجي مع الاورت كانيوريزم والاورت كريجيرش. ديني سماعه اهي السماعه الباربي ايبكس بالكون ثم بالدايفرام ترايكازم بالمونري فيرست اورتك سكند اورتك. سمعت ايه يا سيدي؟ كلكم سمعتوها قبل كده دبل اورتك زي ما السياق ماشي. فلما اجي اكتب الشيت واعمل الجنرال واعمل اللوكال لازم يبقى كله لايق على بعضه. اتخلص من الحاجات اللي مش لايقه خلاص. فتيجي تبص تيجي نبص ده الاوسكالتيشن دبل اورت انزل طلع صفحه 84 مكتوب فوق خالص مكتوب فوق خالص مكتوب ايه؟ ايتيولوجيكال دايجنوستس. اقراه وقول لي اني اختيار فيهم اللي انت رسي العطا عليه بس اقراه كويس قوي. اقراه كويس طبعا. في الامتحان مش هتقراه انت تبقى حافظه. في الامتحان هتخش حافظ الصفحه دي. ايتيولوجي يا روماتيك هارت ديزيز يا كونجينيتال هارت ديزيز يا كور بالمونال انتوا تختاروا ايه؟ ليه؟ اولا يانج ايج في هيستوري اوف روماتيك فيفر دبل فالف ليجن. هل في شك ان دي روماتيك هارت ديزيز؟ مفيش شك. بص على الستراكشرال دايجنوزس. لا يمشيش مايترال ستينوز ما يمشيش مايترال ريجيرش يمشي اورتك ستينوز يمشي اورتك ريجيرش يبقى اورت فال ديزيز اللي هو الدبل اورت ستينوز اند ريجيرش. هنا الدوميننس صعب تعرفه. خلي بالك في الهيستوري في سيمتوم بيقول اورتك ريجيرش اللي هو البالبيتيشنز
وسيمتوم بيقول اورتيك ستينوز اللي هو الاكزيشنال ديزنس. ادي الهيستوري. الجنرال في بريفرال ساينز بتاعت الاورتيك ريجيش صح، وفي بلطس بسفيرنس بتاع الدبل اورتيك ماشي مع الدبل. باللوكال الاوسكالتيشن بيقول دبل اورتيك، يبقى ايه اللي ناقص؟ هل في شك؟ مستحيل. واللي عنده سامعينه قبل كده كلكم عارفين ايه اللي مسموع عليه. طيب ايه اللي يقول ان العيان ده اقرا الهارت فيلر، اقرا الفانكشنال دايجنوز وقول لي العيان ده عنده مانيفيستيشنز اوف دي كومبنسيشن ولا لا؟ عنده كارديوميجالي، مش عنده ليفت فينتريكولار انلارجمنت والليفت علامه من علامات الدي كومبنسيشن؟ طب عنده علامه من علامات الكومبنسيشن ولا لا؟ ايوه الديزنس لو كارديك اوت بوت، يبقى ده دي كومبنسيتد ليفت سايدد فيلر. اقرا كده دي كومبنسيشن، ما هواش كونجستيف صحيح، دي كومبنسيتد ليفت فينتريكولار او ليفت سايدد هارت فيلر. مش هقدر احدد النيها لانه مش كونجستيف اصلا. هل عنده اي اف؟ هل عنده بالمودر هايبرتنشن؟ هل عنده روماتيك اكتيفيتي؟ هل عنده انفكتيف اندوكاردايتس؟ هل عنده دي في تي؟ يبقى نوت كومبليكيت، نو كومبليكيشن. حالتك ايه يا ابني؟ الكيس اوف روماتيك هارت ديزيز دبل اورتيك دي كومبنسيتد ليفت سايد فيلير نو كومبليكيشن. عرفت ازاي يا ابني؟ تقول عرفت ازاي يا ابني؟ تقول سائلين عرفت ازاي يا ابني؟ تقول عرفت ازاي يا ابني؟ تقول اقرا لي الشيت يا ابني، اقرا له يناقشك، رد جنرال، وريني بتشوف البلس ازاي، وريني البلس بسفيرنس اللي بتقول عليها دي، وريني انت بتقول الدورسالس بيت، وريني كده بتحسه ازاي، تقول اديما وريني، اعمل لوكال، تعال سمعني سمعه. ايه يا ابني الانفستيجيشن اللي تعملها له؟ ايكو، اكس راي، اي سي جي، تعالجه ازاي يا ابني؟ طالما سيمبتوماتيك يا دكتور يبقى يتعمل له اورتيك فالف ريبليسمنت. ما هو دبل، هتوسع ولا هتضيق؟ غير اللي عنده انديكيتد فور سيرجن، مش راضي انديكيتد. طالما سيمبتوماتيك، بصوا الانديكيشن فور سيرجن في الفالف الفالفلر ديزيزز حاجه من ثلاثه، يا سيمبتوماتيك يا كومبليكيتد يا سيفير. سيفير دي بنعرفها بالايكو، كومبليكيتد ما هوش كومبليكيتد لكن سيمبتوماتيك، واكيد هيطلع سيفير على فكره. خلاص سيفير دي ليها ارقام بقى، الجريدينت كام، الاورتيك فالف اريا كام، ده هتلاقي. انما كفايه ان سيمبتوماتيك بيجي له اكزيشنال ديزنس، ده لازم يغير الصمام وهكذا. اديك خدت حاله على بعضها فروم اي تو زد، وعارف انت بتعمل ده ازاي. انا بقول لك اطلع خد عيان هو اعمله زي ما انا عملت، هتعمل هتاخد وقت شويه، هتوصل ل 60 70% من اللي انا عملته، مش مشكله بالتدريج مستواك يعلى، انما تكون عارف السكه، تبقى عارف ايه اللي بتعمل اصلا. مش يا دكتور بس هتلاقينا عايزين ناخد شيتات، طيب ايه هو؟ فهمتوا؟ طيب هناخد بريك ونكمل بقيه الحلقه. نعم ماشي على علاج، ما بيشتكيش من حاجه ولا بيشتكي؟ ما بيشتكيش يبقى كومبنسيتد، كومبنسيتد وستريتمنت. شكرا يا استاذ، ربع ساعه يا جماعه عشان لسه في ثلاث حلقات.